وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، عرف لنا مفهوم الهجر الشرعي وكيف نهجر. الهجر الشرعي للكافر، يهجر الكافر هجرا دائما حتى يسلم، يدخل في الإسلام. وكذلك للعاصي المسلم العاصي، إذا كان هجره يردعه عن المعصية فإنه يهجر، أما إذا كان هجره لا يردعه عن المعصية فإنه ينصح ويدعى ولا يهجر.